هلا وبنات حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي. طبعا اليوم الفيديو مالتنا جدا جدا مختلف. كانت شنقول بايته يمي، واحنا ما جايبين خبز، جبنا بس خبز بالليل واكلنا الخبز كله. والصبح قعدت حضرت ريوق اباوع، ماكو خبز، يا شلون ننزل؟ نوب المصعد عاطل، شفت عندي طحين فاجيت قلت خليني اسوي خبز بالطاوة، شلون ما يصير؟ خلي يصير، اهم شي خبز. هي ما نزلت واني ما نزلت، وحاولنا نسوي قرعة وما صارت. طبعا بنات صار لي هواية هواية ما عاجنه وما خابزة. انا اعرف اخبز بكل الطرق بس تنور ما عندي، فاحسن حل لقيته هو الطاوة. عجنت شوية عجينة ومثل ما تشوفون بطاوة التيفال هيجي خليته بدون اي شي، والله صار خبز واكلنا. صار هواي بنات ما خابزه. وطبعا الافران كلش قريبه علينا بس تكاسلنا ننزل، يعني من الصبح ما متريقين. طابق الثامن اصعد انزل، فصار هيك الوضع. اليوم سويت لكم خبز بالطاوه، طبعا اكيد احنا اكلناه بس كان كلش طيب، والله ما عبالي هيك يطلع طيب. وحضرنا ريوق اكيد وتريقنا، وسويت لكم فيديو اليوم خفيف وبسيط ولطيف. طبعا هذا ما محسوب من الروتينات مالتي، لانه تصدف مرات البيت ما بي خبز، مو كل المرات. فاليوم صار هيك الروتين، سوينا الخبز وتريقنا، وبعدها اجينا يم صديقتي وسويت لكم الضفيرة اليوم تخبل. طبعا بما انه البنات اللي ويانا اغلبهم يخبزون بالبيت او يمكن يشترون من برا ما اعرف، لا تضحكون علي بنات لانه صار هواية ما خابزة، وهالقد طلع وياي وبس، اهم شي اكلنا وشبعنا والحمد لله. خبزة بعد خلاص حار وكلش كان طيب. يا الله بيني سوري بلات لا بيو شنگ ايش تقدر من اللي يقفت ينز دي مخمشي يوك يعني تاد ناصر كرشك تان اكمك والله دي مي الله يريك مي بلا مسنا. هسه بنات اكيد بعد ما خلصنا الريوق وطلعنا وفترينا اجينا يم صديقتي، طبعا هم هي كلش قريبة علينا. راح اسوي لكم بنات ضفيرة، مثل ما تشوفون ايدي كل شي ما بيها، والشعر يادوب بس مشطته. شوفوا ضفيرة بدون مشط وبدون سشوار وبدون اي شي ثاني، يعني تخيلوا لو نلزم لها مشط وسشوار ونعتني بيها شلون بعد تطلع. بنات اني هيك نوع من الضفاير ما مسويت لكم بالقناة، بس كفكرة هي تلزمين ثلاث اقسام وبعدها تبدين تضيفين على الخصلة اللي راح تقلبيها شوية شعر، بس هاي الفكرة. ومجرد ضبطتي هاي الفكرة تقدرين تسوين 600,000 نوع ضفيرة. هنا بنات لزمت الشعر من الأطراف، الفيديو هو يحكي، وبديت أخذ ويا كل خصلة شوية شعر ويا كل خصلة، وعلى هذا النهج كملت الشعر كله. أكيد بنات تقدرون تستخدمون هاي الضفيرة بالبيت، بالمدرسة، بالمناسبات الخاصة، بالمناسبات العامة. مرات مثلا ما عندكم مجال، أو مثلا ما تقدرين تروحين صالون، مرات بالضفاير يطلع شغل كلش حلو بنات، يعني تقدرون تطلعون بيها وين ما كان، سواء كنتوا طالبات أو كنتوا مثلا عندكم مناسبة أو أي شي ثاني، مو شرط إلا نسوي فيروس شوار وما اعرف ايش. سواء يعني سويتي او ما سويتي الشعر، مجرد اذا كان هو الشعر اساسه خلينا نقول يساعد، تقدرون باي طريقه او اخرى حتى لو برفعه بسيطه تطلعون بنتيجه حلوه وشكل حلو للشعر. اتمنى بنات يكون عجبكم الفيديو مالتنا، ولو هو جدا بسيط بس اتمنى تستفادون من كل الفيديوهات اللي دا اقدمها. مشاهده ممتعه لكم للفيديو، تابعوا بحذافيره حتى تعرفون شلون انا دا اشتغل. شغل كلش بسيط وخلينا نقول يعني اسهل من السهل، مجرد الخصله اللي راح تقلبيها تضيفي لها شعر. بنات ما استخدمنا شفتوا لا مشط ولا اي شيء ثاني، اذا كان الشعر عندك يساعد راح تكون النتيجه كلش حلوه. اتمنى يعجبكم الفيديو، اشوفكم بالفيديوهات الجايه ان شاء الله، وباي باي مع السلامه.